بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن والأبد أمين. أقرأ ويا حضراتكم المزمور رقم 3. هقرأ مرة من الإنجيل ومرة من الترجمة اللي موجودة في الأجبية باعتباره أحد مزامير صلاة باكر. مزمور لداود حينما هرب من وجه أبشالوم ابنه. يا رب ما أكثر مضايقية، كثيرون قاموا علي، كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهه. سلاه، سلاه دي وقفة موسيقية أو وقفة تأمل موسيقي أو نقلة موسيقية باعتبار المزامير كانت ملحنة يعني. أما أنت يا رب فترسن لي مجدي ورافع رأسي، بصوتي إلى الرب أصرخ فيجيبني من جبل قدسه. سلاه. أنا اضطجعت ونمت، استيقظت لأن الرب يعضدني. لا أخاف من ربوات الشعوب المصطفين علي من حولي. قم يا رب خلصني يا إلهي، لأنك ضربت كل أعدائي على الفك، هشمت أسنان الأشرار. للرب الخلاص، على شعبك بركتك. سلاه، نعمة الله الآب تكون مع جميعنا آمين. في البداية يعز علينا انتقال أحبائنا الشهداء وإصابة المصابين في حادث دير قديس أنبا صموئيل اللي حدث يوم الجمعة الماضي 2 نوفمبر. وزي ما بنعرف في كنيستنا ان بنسميها كنيسة الشهداء او ام الشهداء جميلة، وده التعبير اللي بنعيشه في الكنيسة مش النهاردة ولا السنين اللي فاتت، بنعيشه عبر 2000 سنة منذ أن بدأت الكنيسة القبطية وتأسست على أرض مصر في منتصف القرن الأول الميلادي. وبنؤمن أن كنيستنا كنيسة شهداء، وده معروف في كل العالم. معروف أن الكنيسة القبطية المصرية هي كنيسة شهداء، ولذلك عندما نودع أحباء لنا إلى السماء بنودعهم على رجاء القيامة. بلا شك الألم يعتصرنا، وألم الفراق شديد ومرير، ونفوسنا بتبقى جريحة، وبنبقى في حالة من حالات الاضطراب والحزن في قلوبنا. ولكن عندما نرفع عيوننا نحو السماء نجد التعزية السماوية. أنا بحب أعزي كل أبنائنا وأسرهم اللي صاروا شهداء نتيجة عمل خسيس وعمل ليس فيه أي نوع من الإنسانية، وعمل لا يأتي بأي ثمر ولا يحقق أي هدف. مصرنا اللي بنعيش فيها كلنا كمصريين عايشين حوالين نهر النيل، كلنا عايشين حوالين نهر النيل. ونهر النيل اللي بيجري من جنوب البلاد إلى شمالها هو اللي عامل لنا كلنا كمصريين من أيام الفراعنة لغاية النهاردة وإلى نهاية الحياة عامل لنا نوع من الوحدة. والوحدة دي مش موجودة في أي بلد آخر، ولما تيجي تسأل السبب تعرف إن ما عندهمش نيل، ما فيش نيل. ولذلك وجود النيل عندنا وإحنا باعتبارنا أبناء النيل وبناكل من الأرض اللي حوالين النيل وبنشرب من مية النيل وبنجد راحتنا حتى لما نمشي جنب النيل أو نسكن قدام النيل، دي الطبيعة ويد الله
التي جعلتنا أن نعيش على أرض مصر منذ أيام الفراعنة وأسر الفراعنة وقبل الميلاد بقرون كثيرة امتدادا لغاية ميلاد السيد المسيح، وبركة الأرض في مصر بالعائلة المقدسة اللي جت وعاشت في مصر، ثم امتدادا عبر التاريخ حتى دخول الإسلام في مصر، فامتزجت الفرعونية بالمسيحية بالإسلامية، وصار الإنسان المصري إنسان متميز وإنسان غني بالحضارة اللي عايش فيها. علشان كده الأصوات اللي بتتكلم كتير وبتتكلم كتير وهي مش فاهمة، لازم نعرف إن أثمن ما نملكه كمصريين كلنا مسيحيين ومسلمين هو وحدتنا الوطنية على أرض الوطن، وهذه الوحدة لم يصنعها اتفاق مثلا على ورق أو واحد عملها عبر التاريخ أبدا، زي ما بقول لكم هذه الوحدة وحدة من يد الخالق الذي أوجد النيل اللي بنقول عليه مصر هبة النيل. احنا بنعزي ولادنا وبنعزي أسرهم وبنصلي من أجل المصابين، وبنصلي إن ربنا يجنب بلادنا كل هذه الشرور ويحفظ البلاد ويحفظ أهلها ويعطي دائما سلام، وبنصلي من أجل كل مسؤول في كل مكان بحسب مسؤوليته، وبنتطلع دايما إلى مجتمعنا، مجتمع يملأه السلام يملأه الحب يملأه الراحة والسكينة، وكل إنسان زي ما احنا بنقول في تقليدنا الشعبي كل إنسان بيدور على لقمة العيش عشان يعيش ويربي أولاده. ربنا يعزي الجميع ويعزي الكنيسة، وكتير ناس شاركونا في التعزية سواء جوا مصر أو خارج مصر، احنا بنطلب صلوات الجميع من أجل بلادنا الحبيبة. حبيت أتأمل وياكم النهاردة في هذا المزمور، المزمور الثالث، وهقرأ أنا قريته من الإنجيل، هقرأ الترجمة اللي موجودة في الأجبية اللي احنا معظمنا حافظها. يا رب لماذا كسر الذين يحزنونني؟ كثيرون قاموا علي، كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهه. فأنت يا رب أنت هو ناصري مجدي ورافع رأسي، بصوتي إلى الرب صرخت فاستجاب لي من جبل قدسه. أنا اضطجعت ونمت ثم استيقظت لأن الرب ناصري، فلا أخاف من ربوات الجموع المحيطين بي القائمين علي. قم يا رب خلصني يا إلهي، لأنك ضربت كل من يعادني باطلا، أسنان الخطاة سحقتها. للرب الخلاص وعلى شعبه بركته الليلويا. سفر المزامير أحد الأسفار العظيمة في الكتاب المقدس اللي بنستخدمها في صلواتنا كلها تقريبا بدون استثناء، نستخدمها في الأجبية في الصلوات اليومية، ونستخدمها أيضا المزامير نستخدمها في كل قداس في عشية وباكر وفي قراءات القداس. وسفر المزامير أجمل ما فيه أنه بيعبر عن الكيان الإنساني. أنت إنسان هذا الزمان، كان في زيك واحد بالضبط بنفس مشاعرك بس في العهد القديم اسمه داود النبي. بتحزن؟ هو كان بيحزن. بتفرح؟ هو كان بيفرح. بتتألم؟ هو كان بيتألم. نفس المشاعر الإنسانية لم تتغير. ولذلك يا أحبائي عندما نلجأ للمزامير إنما نرى نفوسنا في داخل هذا السفر، مشاعرنا، إحساساتنا الداخلية، ما يحيط بنا،
ما يمر علينا إن كنا صغار أم كبار نجد في هذا السفر. وهذا السفر بالآلام وبالأفراح أو بالابتهاجات وبحالات البؤس نجدها في هذا السفر تعبر عن الإنسان في مراحل حياته الإنسانية. السفر ده سفر مهم لنا قوي. وعايزك تاخد معلومة صغيرة إن داود النبي لما كتب السفر ده كتب تقريبا نصفه أو 73 مزمور منسوبين لداود، بقية المزامير منسوبة إلى آخرين زي أساف مثلا، زي موسى النبي، أعداد تانية، لكن الجزء الأكبر منسوب لداود. وشخصية داود شخصية غنية. سوف تجد نفسك في أي مرحلة من مراحل داود، مراحل الانتصار في حياتك تلاقيها عند داود وشوف عبر عليها ازاي، مراحل الانكسار هتلاقيها عند داود، مراحل التوبة هتلاقيها عنده، مراحل الخطية هتلاقيها عنده، هتلاقي عنده مجموعة متكاملة من المشاعر الإنسانية. مزمور النهاردة، مزمور رقم 3، أحد المشاهد في حياة داود مرنم إسرائيل الحلو. داود كان ملكا، وملك في العهد القديم حاجة معتبرة، ولكن داود للأسف الشديد تأذى من كثيرين، ولكن الأذى الأكبر كان يشعر به من ابنه أبشالوم. ابنه. وعندما قام أبشالوم بمشورة أخي توفل وهي مشورة شريرة وتمرد على أبيه، أرجوكم تعيشوا المشاعر دي وياي، تمرد على أبيه، داود يعمل إيه؟ لم يكن له ملجأ إلا الصلاة، مفيش حاجة تانية. بس هذه الصلاة ليست صلاة اليأس ولا الشكوى، ولكنها صلاة الثقة في يد الله التي تعمل. ومن هنا عظمة داود النبي. أبشالوم ابنه اللي بيتمرد عليه. وبنصلي القداس ده في صلاة باكر كل يوم الصبح، لأنك ربما في يومك تصادف من يتمرد أو من يضايقك أو من يحزنك. ممكن تقابل ناس بالشكل ده، واحد بيقول عليك كلام مش حلو، واحد بيتهمك اتهامات غلط، واحد بينشر عنك أي شيء. وقيسوا على هذا حاجات كتيرة طبعا بمنظور أيام داود ومنظور أيامنا الحاضرة. لكن أحب قبل ما أدخل وياك في تأمل هذا المزمور الرائع، هو كله 8 آيات، مزمور صغير خالص، ورقم 8 لما يجي قدامك افتكر على طول السماء والأبدية. زي ما انتم كلكم عارفين رقم 7 رقم الكمال، رقم 6 رقم النقص، طب رقم 8 نسميه كمال الكمال، وكمال الكمال ده عبر السماء هي كمال الكمال. ولذلك تعالى أقرأ وياك مشهد اللي خلى داود يصلي هذا المزمور. المشهد لا للي فيكم بيحب يدرس في الكتاب، هو في سفر صموئيل الثاني اصحاح 15 لغاية اصحاح 17، مشهد طويل، انا هقرأ جزء صغير منه من بداية الاصحاح 15. اسمع وياي كده. كان بعد ذلك ان ابشالوم اتخذ مركبة وخيلا وخمسين رجلا يجرون قدامه. كان أبشالوم يبكر
ويقف بجانب طريق الباب، وكل صاحب دعوة آت إلى الملك لأجل الحكم كان إبشالوم يدعوه إليه ويقول: من أية مدينة أنت؟ فيقول: من أحد أسباط إسرائيل عبدك. فيقول إبشالوم له: انظر، أمورك صالحة ومستقيمة، ولكن ليس من يسمع لك من قبل الملك. شايف البداية؟ ده أبوه بيقول كل واحد جاي في شكوى أو جاي في موضوع، ما هو كان من وظائف الملك زمانه يبقى قاضي، فكل واحد جاي في شكوى يقف يقابله إبشالوم بره يقول له: جاي منين؟ الحتة الفلانية عندك ايه؟ أصل الملك ده ما بيسمعش لحد. على أبوه الملك ده ما لا يقضي لأحد، مفيش عند الملك حد يقدر يحكم. انظر أمورك صالحة ومستقيمة، ولكن ليس من يسمع لك من قبل الملك. بيشوه صورة أبوه. ثم يقول إبشالوم: من يجعلني قاضيا في الأرض؟ فيأتي إلي كل إنسان له خصومة ودعوة فأنصفه. مين بس اللي يخليني أبقى الملك وأنا أنصف دعوة كل إنسان؟ بيتباهى، بيتعظم إبشالوم. نسيت نفسك؟ نسيت مكانتك؟ نسيت أنت بتعض في مين؟ ويقول لهم كده: من يجعلني قاضيا في الأرض؟ يعني أبوه مش قاضي. فيأتي إلي كل إنسان له خصومة ودعوة فأنصفه. يعني أبوه الملك ده لا ينصف أحد. ما أعظم خطيتك. وكان استقدم أحد ليسجد له يمد يده ويمسكه ويقبله. مظاهر رياء، خداع. وكان إبشالوم يفعل مثل هذا الأمر لجميع إسرائيل الذين كانوا يأتون لأجل الحكم إلى الملك. فاسترق إبشالوم قلوب رجال إسرائيل. سرق، خلى قلوب رجال إسرائيل بدل ما تتجه إلى الملك الذي هو قاضي، هو بيسرق. ما أبشع خطيتك. ده مش خطية واحدة، ده احنا لو عدنا نحلل خطايا إبشالوم دي هتطلع تركيبة من الخطايا. في نهاية 40 سنة قال إبشالوم للملك: دعني فأذهب وأوفي نزوري الذي نظرته للرب في حبرون، لأن عبدك نظر نظرا عند سكناي في جشور في أرام، قائلا: إن أرجعني الرب إلى أورشليم فإني أعبد الرب. بيظهر بصورة تانية قدام أبوه. عارفين اللي بيمسح جوخ؟ عارفين الحكاية دي؟ عارفين اللي بيتظاهر بمظهر انه حبيبك ويطعنك من الخلف؟ عارفين النماذج ده من ايام داود، وايام داود عبر القرون، والنهاردة وبكرة وفي كل زمن. فقال له الملك، شوف بقى الملك ونيته السليمة الجميلة: اذهب بسلام. فقام وذهب إلى حبرون. بقيت القصة تبقوا تقروها بقى في البيت عشان هي قصة طويلة، لكن دعوا وقتنا يبقى للتأمل في هذا المزمور. واقف إبشالوم بره وعمال يتباهى ويتعظم ويتكبر، وعمال يهين ويشوه أبوه الملك، ويضم حواليه ناس ويتمرد. مرض على مين؟ على مين؟ على ابوك. هو انت نسيت نفسك يا إبشالوم؟ الخطية تصنع ذلك، خلي الواحد ما يعرفش يشوف. فوقف داود النبي اللي كانت نيته طيبة وقال له اذهب بسلام. طبعا كلكم عارفين ان إبشالوم ده فضل
يقع في الخطأ في الخطأ في الخطأ إلى أن كانت نهايته نهاية شريرة جدا، وهو يركب الخيل ويذهب لكيما كأنه يكون مكان أبوه الملك ومتباهي بنفسه، وشعره كان كبير حوالين راسه، شعره يتعلق في فروع شجرة والخيل يجري من تحته ويفضل متعلق كده. نهاية الشر. هو ربنا نايم ولا ايه؟ ربنا ساكت ولا ايه؟ والشر بيشوف نفسه يفضل يكبر يكبر يكبر، كما قال المسيح في مثل الحنطة والزوال، دعهما ينميان معا. يا رب ده الشر صغير هنا، ده هنشيله كده. دعهما ينميان معا. اسمع داود وهو يتألم وهو يشكو إلى الله ويبث ألامه للمسيح. يا رب ما أكثر مضايقية، كثيرون قاموا علي. ده داود اللي بيصلي. كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهه. كان عنده مضايقين والسبب ابنه، عنده أعداء والسبب ابنه، عنده خصوم والسبب ابنه، عنده مقاومين ومتمردين عليه والسبب ابنه. يقول لك قائمون علي، هيجين. وكأن أبشالوم كان يريد أن يصنع بلغتنا النهاردة، كأنه عايز يعمل ثورة ضد أبوه. طيب نشوف النهاية هتبقى إيه يا أبشالوم. مين يذكرك النهاردة يا أبشالوم؟ ده احنا في كل قداس بنذكر داود النبي، في كل قداس مش كده؟ ولما نمسك الأجبية كل يوم ونصلي بيها صلوات السواعي نفتكر داود، ما هو ده متاخده من كتاب المزامير اساسا. ومين يفتكر أشوم أبشالوم؟ الشر راح. يصلي ويقول كثيرون يقولون نفسي ليس له خلاص، مفيش حد ينقذه، مفيش حد ينجده. كلام البشر محدود بصفة عامة. يقول لك البشر دايما لما يجوا يتكلموا دايما يحبطوا الإنسان في المواقف اللي زي كده، فكأنهم بيقولوا له ايه، خلاص يا داود بقى انت مالكش لازمة. يقولوا له ليس له خلاص بإلهه. فين إلهك ده اللي عمال تسبحه ليل ونهار؟ هيعمل لك ايه؟ هيعمل وياك ايه؟ عارفين اللي بيكسر المقاديف؟ بيكسر المقاديف في حياة الإنسان. كأنهم يعطونه جرعات من اللا أمل، من اللا رجاء، أو إن شئتم الدقة جرعات من اليأس. أحيان إنسان كده هو بيتكلم والآخر بيديله جرعات من اليأس، وهذا اليأس يزيد الألم النفسي جدا. أنا تهيلي داود النبي الخمس ست السور بتوع المزمور دول كان بيصليهم يمكن طول النهار او طول الايام، وكان بيصليهم بدموع، احنا بنقراهم كده على طول. ليس له خلاص بإلهه، حالة اليأس. انا عايزك تعرف حاجة مهمة جدا، ان دايما عدو الخير الشر مفيش في ايديه غير سلاحين، سلاح اليأس وسلاح التشكيك. يا يائسك من حياتك، من ظروفك، من اللي حواليك، يا يشككك في كل شيء، يشككك في ربنا يحفظكم. موضوع الشك ده او ان الانسان يشك طبعا ده بتوصل للمرض النفسي، وعندها علاجات الحالات ده، هي لها علاجات كتير عند الاطباء النفسانيين. الشك يشككك في محبة ربنا، يشككك في محبة اللي حواليك، يشككك في قدرتهم، يشككك في عملهم، يشككك في كلامهم، يشككك في الأفعال أو في خدمتهم. شك. وعدو الخير القدمين بتوعه كده، قدم يأس وقدم شك.
طول ما هو ماشي بيوقع الإنسان في الحاجتين دول، يوقعك في اليأس يقول لك ما فيش فايدة، يا في الشك تتوه في حياتك. دول أول آيتين في المزمور اللي بيتكلموا عن آلامه الشديدة. أقراهم: يا رب ما أكثر مضايقية. تعال نعدهم كده، ما لهمش عدد. كثيرون قائمون علي، ده هيج من هنا وده هيج من هنا. كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهي. لما بنصليها في صلوات ترجمة الأجبية اللي هي الترجمة القبطية، بيقول: يا رب لماذا كسر الذين يحزنونني؟ كثيرون قاموا علي، كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإله. الحزن. ولذلك نحن لما بنودع أحبائنا زي شهدائنا اللي سقطوا من كذا يوم دول، دايما نقول كده على رجاء القيامة، على رجاء القيامة، يعني نودعهم بلا يأس، لا نفقد الأمل أو الرجاء. الجزء الثاني من المزمور بيتكلم عن السلام اللي كان في قلب داود. كتير بيحزنوه، كتير بيضايقوه، كتير قايمين عليه، كتير بيكسروا مقاديفه، ده الواقع الحال. لكن من داخله يملك سلاما. اسمع كده: أما أنت يا رب فترس لي، مجدي ورافع رأسي، بصوتي إلى الرب أصرخ فيجيبني من جبل قدسه. دول آيتين برضو بس بيتكلموا، بيوصفوا لك السلام اللي موجود جوه قلبه. في بره كده الدنيا هيجة، خليها هيجة. طب وجواك يا داود؟ هي قال لا، ده وضع تاني بقى. أما أنت يا رب فترسل لي، دي صيغة إيجابية بيسموها في التعبير الأدبي صيغة المحارب الشجاع. مش بيتكسر، مش واحد يقول له كلمتين يهزمه ولا يكسر نفسه، لا، دي صيغة المحارب الشجاع داود النبي. يقول كده: رغم ان كان عندي خوف وقلق واضطراب ومضايقات والحاجات دهيت، ولكن عندي ثقة اكثر من الهي. اسمع كده: اما انت يا رب فترس لي. ترس ده زي حاجة كده، أداة من ادوات الحرب، كانوا يعملوه من الخشب وبعدين او من المعدن يعني في الحروب، لكن ترسي يبقى خشب ويغطوه بالجلد ويدهنوا الجلد ده بمادة لامعة كده الزيت، يوم يبقى بيلمع، يوم نوع من الحماية وهو داخل في الحرب، صورة للحماية من الخطر. الجميل فيك يا داود: أما أنت يا رب فترسل لي، مجدي ورافع رأسي. عظيم يا داود، مجدي ورافع رأسي. صح في الضيقات والناس اللي عمالة تقول وتروح وتيجي وتكسر، تحط يأس وتحط شك وتحط خوف، حط اضطراب، لا، ده انت مجدي ورافع رأسي في وسط كل ده. على رأي مثل لطيف يقول لك ايه: اذا كنت مع الله فانت مع الأغلبية. واخدي بالكم من الكلمة؟ احيانا يقول لك ده كل الناس مش عارف هيجة ايه، ده كل الناس بتقول ايه. اعرف انك اذا كنت مع الله فانت مع الاغلبية، مش كده برضو الاغلبية؟ بصوتي الى الرب اصرخ فيجيبني. يا ده ربنا بقى قاعد لك كده يسمع لك، ده قاعد كده يعني كأني ما عندوش غير داود. هو كده كلما اشتدت الضيقات كلما استمع الله إلى صرخات القلب. خالص بصوتي إلى الرب أصرخ، وأصرخ هنا حاجة من جوه الأعماق، مش بيزعق، لا، ده من أعماقه
بيطلب من الأعماق زي ما بنصلي في النوم مزامير النوم من الأعماق صرخت إليك. يقول له أنت رافع رأسي يعني ترد اعتباري ترد لي كرامتي. ما هي كرامتي دي منك يا رب لما حد يعتدي عليها أنت صاحب فأنت مجدي ورافع رأسي وأنت الذي تعطيني النصرة. ليه؟ اسمع التعبير الجميل ده فيجيبني من جبل قدسه. الجبل قدسه يعني مكان عالي كده عليه مكان الصلاة زي ما نقف كده رفعت عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني. دايما كلمة الجبال رمز للقديسين اللي هم زي الجبل في العلو في الشموخ في القامة الروحية. بصوتي للرب أصرخ فيجيبني. يعني مجرد يصرخ في الضيقة الله يقول له تفضل كلم أنا سمعك وهجاوبك. أجاوبك يعني اللي أنت عايزه هعمله لك. أقف بس وانظر خلاص الله. يقول لنا كده فيجيبني من جبل قدسه من الأعماق الله يرد. ده الجزء الأول قلت لك آيتين قال فيهم ألامه والآيتين التانيين وضح لنا إحنا السلام اللي هو فيه. الآيات الأربعة الأخيرة اللي هو النص الثاني من المزمور عبارة عن الصلاة الحقيقية له بقى. اسمع أنا اضطجعت ونمت واستيقظت لأن الرب يعضدني. إيه يا داود أنت هتنام إزاي بقى؟ ده انت في حالة اضطراب وخوف ورعب وشك ويأس هتنهجي لك نوم؟ ده الواحد لما يبقى خايف كده شوية النوم يروح من عينيه. انت هيجي لك نوم؟ قول ابدا ده انا في ايد ربنا محفوظ. انا اضطجعت ونمت يعني منتهى الراحة ونمت وطول فترة النوم اللي انا نايمها منتهى الراحة واستيقظت في سلام الله. يقول كده لأن الرب يعضدني. هذه يا إخوتي الثقة في حماية الله. هو ينام ليلا في سلام وأن الله يعضده ويعينه وفي أقصى الظروف وأقصى الأحوال لأنه محفوظ في إيد ربنا فبينام. ودي شد كلمة النوم هنا معناها قمة الثقة فالله. الدنيا هتتشال وتحط بس هنام. طب ايه نومك يا داود؟ قال انا واثق في يد الله اللي بيدبر كل حاجة. يكمل يقول وطبعا الآية دي رمز للقيامة اضطجعت ونمت ثم استيقظت اللي هي رمز الأحداث القيامة. يعني لا أخاف من ربوات الشعوب المصطفين علي من حولي. خلاص بقى الرب اللي عضدني ده واللي واقف جنبي. خدوا بالكم من كلمة ربوات. ربوات الشعوب يعني عشرات الألاف. الربوة اللي هي 10,000 مش 1 ولا 2 أبدا. عشرات الألاف من الناس اللي ممكن تتكلم ممكن تقول ممكن تخوف. يقول لك لا أخاف من ربوات الشعوب المصطفين علي من حولي. عاملين يعملوا له حصار كده عايزين يخنقوه لكن هو واثق. ما هو الشطارة في وسط الضيقات إن عينيك ما تشوفش غير المسيح. ما ممكن عينك تشوف حاجة من الاثنين، يا تشوف الضيقة تخاف يا تشوف الله يبقى كلك إيمان وثقة. عينك هتشوف إيه؟ لو عينك بصت في الأرض في التراب هيبقى فيه الخوف والضيقة. لو عينك بصت للسماء هيبقى فيه الثقة والرجاء والأمل.
يقول له كده: قم يا رب خلصني يا إلهي. وهنا قم مش معناها ان ربنا كان نايم او يعني كان قاعد كده ما بيعملش حاجة، لا، يعني اظهر قوتك للآخرين. الله بيعمل حاجات عجيبة نشوفها، وبنسمع قصص في عمق الألمات تطلع قصص كده رائعة تمجد اسم الله. بعضكم بيقراها، بعضكم بيعرفها، بعضكم بيشوفها. قم يا رب، تدخل. قم يا رب خلصني يا إلهي، لأنك ضربت كل أعدائي على الفك. الفك بيستخدم في حاجتين: الكلام والطعام. لما أعدائي وعلى الفك يبقى عندهم صفة الوحوش، الافتراس، بس كمان عندهم صفة الكلام الغلط اللي بيتقال. أي كلام بقى غلط يتقال، وإحنا في عصر الكلام بقى، الزمن بتاعنا ده عصر الكلام، كل واحد بيتكلم وكل واحد بيقول اللي عنده، وكل واحد بيألف قصص، بيألفوا قصص وألفوا شائعات ويقعد يألف، وبعدين يبص كده يشوف كم واحد تابعوه وكم واحد عمل له شير، مش كده برضه؟ بقى يحس نفسه انه بقى نجم عالمي، كل الناس بتسمع له، كل الناس بتشوفه، كل الناس بتعرف الكلام اللي بيقوله، ويبتدي يتعظم في نفسه ويفتخر في نفسه وهو لا يساوي شيء. عارفين لما بنصلي في المزمور الاول بنقول ايه في الجزء الثاني؟ يكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه، ليس كذلك المنفقون، ليس كذلك، لكنهم كالهباء الذي تزريه الريح. الشاية الصغيرة خالص خالص دي، شوف بقى بتبقى طايرة في الهواء ازاي، ولا حد يديها اي قيمة ولا حد يعبر. يقول هنا: لأنك ضربت كل أعدائي على الفك، هشمت أسنان الأشرار. يا أسنان الأشرار، يعني جردت العدو. تصوروا كده لما يبقى فيه مثلا أسد بس من غير سنان، يبقى إيه ده بقى؟ يسوي إيه ده؟ يسويش حاجة، عامل لي أسد بس من غير سنان، خلاص. هشمت أسنان الأشرار. الأشرار كان وحوش المفترسة. أنت يا رب جردت العدو من قوته وقدرتي على الإزاء. بقى منظر من بر يعمل إيه ده؟ لأنك ضربت كل أعدائي على الفك. يقول هنا: لأنك ضربت كل من يعادني باطلا، أسنان الخطاة سحقتها. سحقتها يعني عملتها مسحوق. صور السنة دي اللي هي ناشفة، اللي بتقعد ويا الإنسان عمره كله وبيأكل عليها وبيكسر بيها، يحولها ربنا كده البودر. ياه، إيه ده؟ يعني يفقد كل قوة، لا يستطيع أن يتكلم، حتى يفقد قدرة الكلام. يا إلهي أنك ضربت كل أعدائي على الفك، هشمت أسنان الخطاة. عايز أقول لك حاجة هنا مهمة، إن الشجاعة وحدها ما تكفيش، اللي يكفي هي معونة الله. الشجاعة لوحدها ما تكفيش. داود النبي مش هيقول أنا شجاع، لا، ده هو لولا معونة الله اللي قال عليها: لأن الرب يعضدني. معونة الله هي اللازمة. يجي في آخر عدد ويقول: للرب الخلاص. لكلمة للرب الخلاص عايز يقول إن الخلاص ليس شيئاً، الخلاص شخصاً. هقولها تاني: الخلاص ليس شيئاً، الخلاص شخصاً، شخص الله. هو صاحب الخلاص، هو صاحب النصرة. ده مش هو صاحب النصرة وبس. وأرجوك تاخد بالك إن المزمور كله بيدور حوالين داود واللي عمله أبشالوم، لكن يجي في الآخر داود بقى العظمة بتاعته يقول كده: وعلى شعبك بركتك،
بيصلي من أجل شعبه. يعني أنت صاحب البركة، صاحب البركات. وأنا بصلي مش بصلي من أجل نفسي، وانت هشمت أسنان الخطاة، وانت ضربت كل من يعادني باطلا، لا لا لا، ده كله جنب، لكن في مسؤولية عندي تانية، مسؤولية تانية شعبي وعلى شعبك، شعبك بركتك. أنت يا رب الذي تستطيع أن تسكب الشعب اللي كان واقف ابشالوم بره وعمال يتكلم عليه، مش كده؟ واللي عمال يقول ان في ربوات بقوا ماشيين وراه. الله من خلال داود النبي وثقته في الله يطلب البركة، يطلب البركات لكل الشعب، لأنه شخص مسؤول. هو مزمور قصير، هو مزمور قصير، ولكن هذا المزمور يعبر عن حياة الإنسان في وسط الضيق وما يصادفه من متاعب. والمزمور ده هو صلاة ناشئة عن تمرد ابشالوم وتمرد أي إنسان. يا رب ما أكثر مضايقية، كثيرون قاموا علي، كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهه. أما أنت يا رب فترسل لي مجدي ورافع رأسي، لا أخاف من ربوات الشعوب المصطفين علي من حولي. قم يا رب خلصني يا إلهي، لأنك ضربت كل أعدائي على الفك، هشمت أسنان الأشرار للرب الخلاص، وعلى شعبك بركتك. دي مشاعر داود الجميلة، ولذلك لا نهتز على الإطلاق. ما يحدث النهاردة زي اللي حصل أيام داود، وزي اللي يحصل في أيام الأجيال اللي جاية. هو الإنسان هو الإنسان، والشر اللي موجود بأي صورة من الصور، ولا يهم إن احنا في عصور متأخرة ولا عصور التكنولوجيا ولا عصور متقدمة، الإنسان هو الإنسان. ولكن الذي يرى الله لا يهتز أبدا مهما كان، حتى لو كانت ربوات الشعوب المصطفين علي ومن حولي، ولكن الثقة كاملة كلها في يد الله. روح واقرأ المزمور الثالث، اقرأ من الإنجيل أو من الأجبية، واقرأ صموئيل الثاني من إصحاح 15-17 عشان تعيش المشهد كله، وتشوف إزاي داود النبي صلى هذه الصلاة الحرة والواثقة في عمل الله. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد، أمين. من الليل وانك سابت ريكيك يوم نبماتك ابشيري مبنو دابتشي صارس كندي بارسينوس اسمس فنديتي بارسينوس كم بتليم تتيودي آف طن فيبون خني اسموت كم بيهو إما شوم تيمت خلو انت يا كبين اوغنا انت ما توصالا بابن من بارك ليتم في طفئ جين يا بوستولوس نمن يوتني بسكوبوس نيت كيني من تيف سبيون نو قاجي تيرو صابي سيدين نو تشارم قيم كوليم كنيه ليسون كنيه ليسون كنيه فلوكسون أمين اسمو إيرويس ديمتانيا كوليه ليترأف الله علينا وباركنا وزرق علينا وارحمنا.
يا رب خلص شعبك وبارك ميراثك وارفعهم بإشارة الصليب المحيي بالسؤالات والطلبات التي ترفعها لنا في كل حين ولاية الإله القديسة الطاهرة مريم والأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورافائيل وسوريال والأربعة وعشرين قسيس وأربعة حيوانات غير متجسدين والشاروبيم والسيرافيم وكل الطغمات السماوية وكل الذين أرضوا رب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور بركة قديسي هذا اليوم ملاك هذه الليلة وبركة أمنا العذراء أولا وآخرا بركتهم مقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفاعتهم قوتهم تكون مع جميعنا أمين بخريستوس بالنوتي أمين. أيها المسيح إلهنا ملك السلام أعطنا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض بذلنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد والآن محبة الله الآب ونعمة الابن وحيد شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بسلام سلام الرب يكون ومع روحك أيضا. Thank you.